يا ليل 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 يا دي يا دي يا دي المشاعر يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي المشاعر يا دي المشاعر اللي غرب نفسه ساف من آلام المشاعر واللي نفسه يعيشها تاني هي هي المشاعر واللي دار بابتسامة من عيني حر المشاعر واللي نفسه صوت حبيبه يبان عليه حبة مشاعر يا يا دي يا دي المشاعر يا دي المشاعر أنا كل ملكك أنا كل حاجة حبيبي فيها بتناديك أنا مش بحبك الحب كلمة قليلة بالنسبة لي. المشاعر مش كلام، المشاعر اهتمام، ومن النادر ان تلاقي فنان يحس بزميله الفنان الا لما يكون انسان، واحنا عارفين ان المعلم سعد المجرد قبل ما يكون فنان عالمي هو انسان، ودي مشاعر الانسان، وده اول ستوري نزله فنان وانسان في حب ودعم الفنانة شيرين في محنتها اللي هي فيها حاليا، وكان اقل رد من الفنان سعد المجرد العالمي لدعم الفنانة شيرين في ازمتها وفي محنتها الشخصية، وده اقل تقدير من الفنان سعد المجرد لزميلته الفنانة شيرين عبد الوهاب لمساندتها ودعمها في محنتها اللي هي فيها حاليا. اللي مش عارف المحنة اللي بتمر بيها الفنانة شيرين عبد الوهاب يشوف الفيديو اللي هيطلع له في الاي ده دلوقتي وهيعرف التفاصيل كلها. وانا كنت اتكلمت في الموضوع ده باختصار وقلت يا جماعة دي مشكلة شخصية، نرجو ان محدش يكبر الموضوع ويوسع الدايرة عن الموضوع. احنا يهمنا في الاول وفي الاخر صوت الفنان واغاني الفنان، ما يهمناش مشاكله الشخصية ولا يهمنا هو بيعمل ايه في حياته الشخصية، لان دي كل حاجة خصوصيات ما تهمناش وملناش ان احنا نتدخل فيها، ولكن لينا الفن فقط لا غير. وزي ما عمل الفنان العالمي سعد المجرد وغنى للفنانة شيرين ونزلها ستوري على صفحته لدعمها ومساندتها في أزمتها ومحنتها اللي هي فيها حاليا، أنا كمان واجبي كفنان أو كمطرب على قده حابب أشارك الفنان سعد المجرد وهغني للفنانة شيرين أغنية من أروع أغانيها وهي أغنية بتوحشني لمساندتها ودعمها في محنتها الحالية، وبدعي لها من كل قلبي ربنا يخرجك من المحنة دي وترجعي تاني تعملي أغاني وكليبات وتمتعينا بصوتك الحلو الدافي. بتوحشني وأنا وياك، بتوحشني وكل يوم بشوف معاك، بيوحشني وكل ثانية مش وياك، بتذبحني وكل ليلة بعيشها معاك، تفرحني وخاف بكرة يفوت عمري وانا لسه بتوعدني مفيش بكرة مفيش بعده مفيش
ولا لحظة من غيرك وترجع تاني تتأخر وتوحشني وأعمل إيه أعمل إيه ماليش غيرك بيوحشني بترسم لي حاجات أكتر وأعود أكبر وألقى نفسي من غيرك وتبني لي أمل تاني وعيش تاني أعيش بعذابي من غيرك. وبس كده يا رب فنانة شيرين تكون بخير وتطلع من مهنتها على خير، ويا رب تكون الحلقة دي عجبتكم. شكرا للفنان سعد المجرد والإنسان الجميل اللي قدم الدعم والمساندة على طريقته الخاصة، وهو أول فنان عربي يعمل كده ويساند فنانة زميلته في مهنتها، ومن النادر إن تلاقي فنان يساند زميله الفنان، لأن دي بتبقى حاجة جوه القلب وحاجة في طبيعة البني آدم لا فيها مصلحة ولا فيها اي شيء تاني، مجرد حب، مجرد مشاعر، مجرد احساس فنان بفنان اخر. اشوفكم على خير في حلقات تانية كتير. ما تنسوش اللايك والشير، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات على الكل. احب اشوفكم دايما بخير، واستنوني في حلقات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.